دي مقتطفات من حلقة اليوم، والألحان والأغنيات بنتمنى إنها يعني دائما ترسل بعض الإشارات، لأن نحن بنتكلم عن مكتبة الأغنية السودانية، هي مؤثر بشكل كبير جدا في وجداننا وفي تفاصيل حياتنا. كثير من المعاني بنلقاها في الاغنيات بتكون متكأة لنا كده يعني. بالتاكيد، وكمان دائما بنتكلم عن الاغنيات في الصباح اللي بتحفز الطاقه الايجابيه، وبالتاكيد يعني الجميع محتاجين للطاقه الايجابيه دي صباحا. خلونا نستمع لعقد الجلاد. We'll be right back.
شكرا جزيلا للزملاء في الكنترول على اللحن الجميل ده، والتحيه لعقد الجلاد وهي دائما تجمل دواخلنا، يعني تدينا دائما دفعات من الطاقه الايجابيه الواقعيه بصدق الكلمات وروعه الالحان والابداع اللي بنتلمس يعني احنا بنستمع لاغنيات عقد الجلاد. حقيقه يعني دائما بنسميه العقد الفريد لعقد الجلاد. التحيه لهم جميعا، وبتمنى انه دائما تكون خطواتهم في الطريقه الايجابيه كمان هم على الاطار الخاص، والخطوات الايجابيه بتمناها لهذا الوطن في مختلف الدروب.